وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية السيد هشام يعقوب. مرحبا بك معنا. أهلا بكم. كيف تقرؤون إقرار الاحتلال الصهيوني مخططا استيطانيا ضخما هذه المرة في بلدة قمة الكرم بالضفة المحتلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم تستعر فيه المخططات الاستيطانية والتهويدية على مختلف الصعد. الأرض الفلسطينية كلها اليوم معرضة للتهويد والاستيطان. الشهر المنصرم على الأقل كنموذج شهر آب أغسطس الفائت، الاحتلال الإسرائيلي أقر ما يقارب 2300 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة في بيت جالة وفي القدس وفي قلقيلية. على الأقل هناك 1000 دنم سيصادرها الاحتلال الإسرائيلي من أجل بناء مشاريع استيطانية، ومن ضمنها شارع استيطاني ضخم. إذن الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحزابه، كتله، مؤسساته تتسابق فيما بينها، تتنافس فيما بينها على إقرار الوحدات الاستيطانية وعلى التهام الأرض الفلسطينية وعلى إقرار المخططات التهويدية المختلفة في إطار المزايدات الانتخابية، ليس فقط في إطار المزايدات الانتخابية، بل إنما في إطار تثبيت هذا السلوك كسلوك دائم وثابت لدى مكونات الاحتلال الإسرائيلي المختلفة. نعم. في الشأن السياسي وما جرى مؤخرا من حديث السيد محمود عباس حول تجميد العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، إلى أي مدى ساهم ذلك في فتح شهية الاحتلال لمزيد من الاستيطان؟ أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي قرأ الأمر جيدا، والإعلام الإسرائيلي تحدث مباشرة بعد تصريحات السيد محمود عباس بأن هذه التصريحات سبق أن كررها السيد عباس أكثر من 50 مرة، وبالضبط أحصى بعض المختصين الأمر نحو 58 مرة تحدث الرئيس عباس ومصادر السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني تحدثوا بهذه التصريحات. سيتم تعليق العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، سيتم وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وهم يدركون، يعني الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن السلطة الفلسطينية ليس بوسع أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأن السلطة الفلسطينية عقدت هذه الاتفاقات وجعلت العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي هي الرئة التي تتنفس منها، بحيث يكون وجود السلطة الفلسطينية مرتبط بشكل مباشر بوجود الاحتلال الإسرائيلي. يعني أبشع ما في هذا الاحتلال أنه جعل علاقة السلطة الفلسطينية به علاقة بحيث إذا تضرر الاحتلال الإسرائيلي تضررت تلقائيا السلطة الفلسطينية، وبلا وعي أصبح لدى السلطة الفلسطينية مصلحة لأن تستمر هذه العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه التصريحات حقيقة لا قيمة لها على أرض الواقع. نحن نتمنى أن تنفذ طبعا، لكن يعني الواقع يقول أنها لم تنفذ. ما المتوقع إذن في ضوء هذا الأداء الفلسطيني الضعيف رسميا، والضوء الأمريكي الأخضر، وكذلك الحالة الدولية والإقليمية التي تعيشها المنطقة في هذا الوقت، هل نتوقع مزيد من المستوطنات، مزيد من التهويد في القدس المحتلة؟ نعم، أنا أتوقع أنه الاحتلال الإسرائيلي من طرفه سيتغول أكثر فأكثر ويتوغل أكثر فأكثر في الأرض الفلسطينية، في الدماء الفلسطينية، في الإنسان الفلسطيني. لكن في المقابل أتوقع أن الشعب الفلسطيني أيضا سيزداد قوة وصلابة، وسيكون مهيئا أكثر فأكثر لانفجار شامل يعم الأرض الفلسطينية كلها. يجب أن نستحضر الصورة الأخرى، كل هذا التغول الذي نتحدث عنه إسرائيليا تقابله اليوم مسيرة العودة في غزة، تقابله اليوم هبات تنطلق كل أشهر في القدس، تقابله اليوم عمليات لا تتوقف في الضفة الغربية. الشهر الماضي 12 شهيد في الضفة الغربية وأكثر من 400 معتقل. الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن جذوة المقاومة لن تتوقف لا في الضفة الغربية ولا في القدس ولا في غزة. إذن أنا أعتقد المرحلة القادمة هي مرحلة الاقتراب أكثر فأكثر من لحظة المواجهة الشاملة بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. كيف يمكن أن تشتعل هذه المواجهة طالما أن القوى الفلسطينية ما تزال في حالة انتظار مع الأسف؟ أنا أعتقد سيد الكريم الشعب الفلسطيني سبق قواه، سبق فصائله. القرار اليوم هو بيد الشعب الفلسطيني.
لم ينتظر الشعب الفلسطيني الفصائل حينما قرر أن يبدأ بهبة باب الرحمة في شهر شباط فبراير الماضي، ولم ينتظر الفصائل الفلسطينية حينما انطلق بهبة باب الأسباط، ولم ينتظر الطفل نسيم أبو رومي وحمود الشيخ حينما أقدموا على محاولة طعن الجنود الإسرائيليين عند باب السلسلة في 15 من الشهر المنصرم. اليوم المبادرة بيد الشعب الفلسطيني، وأعتقد هذه المبادرة ستتطور شيئا فشيئا لتفرض نفسها على القيادات الفلسطينية وتقول لهذه القيادات الفلسطينية إما أن تكوني على مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني ومبادرة الشعب الفلسطيني، وإما أن تتنحى هذه القيادات جانبا وتصعد قيادات جماهيرية شعبية تقود هذا الفعل الجماهيري لتسخن في الاحتلال الإسرائيلي وتفرض المعادلة التي تقول الردع الجماهيري وحده هو الذي يدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع. ماذا عن دعوة المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات؟ هل تعتقد أن هذه الدعوات قد تشد أذن مصغية لها، خاصة أن هناك مراكز حقوقية منها الأورو متوسطي بعد أن رصد 477 انتهاكا في القدس وحدها قدم دعوات للمجتمع الدولي، لكن يبدو أن هذا المجتمع لا يريد أن يسمع ويتعاطى مع قضية فلسطين؟ أعتقد أن الجهد الحقوقي والقانوني بالإجمال هو جهد مطلوب ومهم، ويفترض أن يعني لا نتوقف عن مطالبة دول العالم ككل بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري اليوم من جرائم إسرائيلية بحق الأرض والشعب والإنسان الفلسطيني. لكن الإشكالية هي أن نعول على هذا المسار وأن تعتقد السلطة الفلسطينية أن هذا المسار هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يؤتي أكله في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. يعني مشكلة السلطة الفلسطينية اليوم أنها لا تمتلك الخيارات، لا توجد خيارات، خيار العمل القانوني والحقوقي ما لم يكن محميا بالقوة لا يمكن أن يصل إلى نتيجة. وهذه القوة لها أشكال متعددة، منها قوة الشعب، منها وحدة الشعب، منها إطلاق المقاومة الشعبية، منها إطلاق الفعل الجماهيري على أبعد مدى في الضفة الغربية، على الأقل في الضفة الغربية. يعني أنا أستغرب حقيقة أن اليوم السلطة الفلسطينية إذا أرادت أن يعني تترجم هذه التصريحات إلى أرض الواقع أن تطلق المجال للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليقوم بفعل جماهيري على الأقل على شاكلة مسيرة. وصلت الفكرة سيد هشام يعقوب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت.